Hello everybody, peace be upon you. This is Mr. Muhammad Talha and you're watching Learn English with Mr. Talha. حبايبي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. أهلا بيكم مرة تانية مع جرامر الوحدة الـ 11. وجرامر الوحدة الـ 11 بيكلم لي عن حاجة اتكلمنا فيها قبل كده في الترم الأول وهو الديدكشن. يعني إيه الديدكشن؟ قال لي يعني استنتاج. خدنا الاستنتاج في الترم الأولاني ولكن كنا بنستنتج في المضارع وعرفنا أصلا يعني إيه الديدكشن، يعني إيه استنتاج. معنى استنتاج معناه ان انا ما شفتش الحدث بعيني ولكن انا بتكلم بناء على دلائل قدامي. الدلائل دي بتقول لي ان الفعل اكيد حدث او ان الفعل اكيد ما حصلش او ربما ان يكون حدث، يعني ما كنتش متاكد، بتكون الدلائل بتاعتي ضعيفه. لكن في كل الاحوال انا ما شفتش الفعل بعيني، عشان كده ببدا اعمل ديدكشن يعني استنتاج. اتكلمنا في الترم الاولاني عن الاستنتاج في زمن المضارع وكنا بنقول ان في الاستنتاج في المضارع بستخدم ماست كانت وكمان بستخدم مايت او ماي. بستخدم ماست وكانت لما اكون متاكد وبستخدم ماي او مايت لما اكون مش متاكد. النهارده حبايبي بيكلم لي عن الاستنتاج برضو ولكن ان ذا باست، في الماضي. يعني انا هستنتج اذا كانت احداث حصلت في الماضي ولا ما حصلتش ولا ربما تكون حدثت. يا ترى هستنتج ازاي وايه التركيبه اللي هتيجي ورا ماست وكانت وكمان مي ومايت؟ ده اللي هنشوفه في الحلقه دي ان شاء الله. بس قبل ما نبتدي صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بينا. شكل ما قلنا حبايبي ان في الاستنتاج بستخدم ماست لما اكون متاكد ان الشيء حدث وبستخدم كانت لما اكون متاكد ان الشيء لم يحدث وبستخدم مي او ميت لما اكون مش متاكد ان الفعل حدث ولا لا. النهارده بقى في الاستنتاج في زمن الماضي قال لي بستخدم ورا ماست او كانت او مي او ميت هاف بلس الباست بارتيسيبل، يعني هاف زائد التصريف الثالث. يعني لما هستنتج هستخدم مي هاف والتصريف الثالث، must have والتصريف الثالث، might have والتصريف الثالث، أو can't have والتصريف الثالث. For example، على سبيل المثال لما يجي يقول لي I'm sure he traveled by plane، يعني أنا متأكد إن هو سافر بالطيارة. طبعا هنا يجي يقول لي استعمل لي must. طبعا قلت يا حبايبي أنا هنا متأكد من الإثبات، ولما أكون متأكد من الإثبات دايما بستخدم must مش بستخدم can't. طيب يا ترى هنا بقى هجيب must والمصدر ولا must have والتصريف الثالث؟ هقول لك هتلاقي ان I'm sure يعني انا متاكد جاي بعدها جمله في زمن الماضي، وطالما انا متاكد من احداث في الماضي قال لي ببدا استخدم must have والتصريف التالي، فبالتالي هشيل I'm sure اللي هي بتفيد التاكيد وابدا بالفعل بتاعي اللي هو he، وبعدين قال لي بجيب must. طيب must هجيب وراها قال لي have، لازم اجيب ورا must هنا have، وبعدين اجيب التصريف الثالث من كلمه traveled اللي هي برضو traveled، فهقول he must have traveled abroad. ثاني he must have traveled abroad يعني هو اكيد سافر الخارج. فاذا اذا كنت متاكد من حدث في الماضي قال لي بستخدم must have والتصريف التالت. طب امتى بقى بستخدم كانت؟ قال لي لما اكون متاكد برضو بس متاكد من النفي، يعني متاكد ان الحاجه ما حصلتش. For example على سبيل المثال لما اجي اقول I'm sure Rana didn't play the game، يعني انا متاكد ان رنا دي ما لعبتش المباراه، هتقول لي انا هنا متاكد من النفي. متأكد من النفي في زمن الماضي، فبالتالي هبدأ بالفعل بتاعي اللي هو رانا، وبعدين هجيب طبعا كانت لأني متأكد من النفي فهقول رانا كانت. طب هجيب وراها قال لي هجيب وراها هاف، يبقى رانا كانت هاف، وبعدين التصريف الثالث من played اللي هو برضو played، فإذا هقول رانا كانت هاف played the match. تاني رانا كانت هاف played the match. يبقى اذا انا بستخدم كانت في زمن الماضي لما اكون متاكد ان الحاجه ما حصلتش في زمن الماضي، وبرضو كانت هجيب هاف والتصريف الثالث. قال لي نفس الكلام في مي ومايت، بس مي ومايت معناها ان انا I'm not sure or I don't think so or I don't know or it's probable or probably. طبعا لما اجيب لاي كلمه بتفيد الاحتمال فبالتالي ببدا استخدم كلمه مايت. For example على سبيل المثال لما يجي يقول لي I don't think he was at home، انا لا اعتقد ان هو كان في البيت، ويجي يقول لي استعمل لي مايت. طبعا عشان استعمل مايت حبايبي لازم اشيل I don't think. تاني عشان استعمل مايت لازم اشيل I don't think وابدا بالفعل بتاعي اللي هو هي واجيب وراها مايت، يبقى هي مايت. طب يا ترى هقول هي مايت بي؟ قال لي لا طبعا، لان الكلام في زمن الماضي فلازم اجيب ورا مايت دي هاف وبعدين الباست بارتيسيبل، فاذا هقول هي مايت هاف بن ات هوم،
يبقى إذا هنا أنا لما جيت أستنتج في زمن الماضي جبت ورا كانت ورا ماست ورا مايت هاف بلس الباست بارتيسيبل. طب يا ترى ممكن أنا أحول ماست لكانت؟ قال لي عادي جدا إن أنا بعكس الصفة أو بعكس الفعل اللي بعدها. يعني لو أنا قلت لك مثلا هي كانت هاف بين ساد، يعني هو أكيد ما كانش حزين، وقلت لك تعالى استعمل لي هنا ماست. عشان أستعمل ماست يبقى لازم حاكي الساد لهابي، فأقول هي ماست هاف بين هابي. تاني هي ماست هاف بين هابي يعني هو كان اكيد سعيد. تاني هي ماست هاف بين هابي يعني هو اكيد كان سعيد. وبقول لي اكيد ما كانش حزين يبقى اكيد كان سعيد. يبقى اذا تاني انا لما اجي استنتج في زمن الماضي، هو ده الفرق في الوحده دي، ان انا بجيب ورا كانت وماست ومايت هاف بلس الباست بارتيسيبل، يبقى كده استنتاجي في زمن الماضي. تعالى بقى على الجزء التاني، هو استعمال شودن شودن. برضه خدنا قبل كده ان الشود والشودنت الاثنين بيجي وراهم مصدر فعل، بس لما يجي وراهم مصدر الفعل ده بقول عليه نصيحه. يعني انا لما احب انصح اللي قدامي بقول له يو شود. يعني لو جيت قلت لك يو شود ستادي هارد يعني يجب ان انت تذاكر بجد، دي بسميها نصيحه. لما اقول لك يو شود تيك ذا ميديسن يعني يجب ان تاخذ الدواء، فاذا هنا انا بديك نصيحه. لما اجي اقول لك يو شودنت ستاي اب ليت يعني لا يجب ان تسهر لوقت متاخر، قال لي برضو كده نصيحه. قال لي بقى في الوحده دي بيديني شود اند شودنت بس جايب وراهم هاف بلس الباست بارتيسيبل يعني هاف والتصريف الثالث. طب يا ترى شود هاف والتصريف الثالث، شودنت هاف والتصريف الثالث اقول عليها نصيحه؟ قال لي لا ما اقدرش اقول عليها نصيحه، لان انا بتكلم كده عن احداث حصلت في زمن الماضي. فاذا استخدمت شود هاف والتصريف الثالث وشودنت هاف والتصريف الثالث حبايبي، فدي تبقى معناها كان يجب او كان لا يجب، وبالتالي بقول على ده لوم او ندم. تاني بقول على ده لوم او ندم، يعني لما احب الوم شخص على حاجة عملها قال لي بستخدم shouldn't have والتصريف التالت أو should have والتصريف التالت. أما لو كنت بلوم نفسي فده بسميه ندم، وبرضه بستخدم فيه should have أو shouldn't have والتصريف التالت. يعني مثلا لما يجي يقول لي أحمد failed the exam يعني أحمد فشل في الامتحان because he didn't study hard لأنه ما ذاكرش بجد، ويقول لي استعمل لي should. فالمفروض هنا ان انا بلوم احمد، فلما هلوم احمد عشان حاجات عملها في زمن الماضي فلازم اجيب شود هاف والتصريف التالت. طب احمد المفروض كان يعمل ايه؟ هتقول لي احمد المفروض كان يذاكر بجد. طب هقولها ازاي؟ هقول احمد شود هاف ستاديد هارد. تاني احمد شود هاف ستاديد هارد يعني احمد كان المفروض يذاكر بجد. تاني احمد شود هاف ستاديد هارد يعني احمد كان المفروض يذاكر بجد. يبقى هنا انا بوجه اللوم لاحمد. Another example، مثال تاني، مثلا يقول لك رنا شوتد ات هير ماذر. بقول لي رنا زعقت لمامتها، ويقول لي استعمل لي شودنت. شودنت هنا معناها كان لا يجب، انا بتكلم عن احداث في الماضي فعايز اقول ان رنا ما كانش المفروض تزعق لمامتها. طب ما كانش المفروض تزعق لمامتها دي هقولها ازاي؟ هقول رنا وبعدين شودنت هاف، يبقى رنا شودنت هاف والتصريف الثالث من شاوت هو شاوتد برضه، فهقول رنا شودنت هاف شاوتد ات هير ماذر يعني رنا ما كانش المفروض تزعق لمامتها او تصيح في وجه مامتها. يبقى اذا شود هاف والتصريف الثالث وشودنت هاف والتصريف الثالث ما اقدرش اقول عليهم نصيحه، لكن بقول عليهم لوم او ندم. تاني لوم او ندم يعني مثلا انا ما لحقتش الاتوبيس لاني مثلا صحيت متاخر، فاجي الوم نفسي واقول اي شود هاف جوت اب ايرلي. تاني I should have got up early يعني كان المفروض ان انا اصحى بدري. هنا انا بوجه اللوم لنفسي اللي انا بقول عليه ندم. يبقى اذا should have التصريف الثالث، shouldn't have التصريف الثالث تستخدم في اللوم والندم. تعال نشوف الاختيار البسيط ده واللي كل الاولاد من اول تالتة اعدادي لغايه تالتة ثانوي دايما بيغلطوا فيه بسبب الترجمه. ايه هو الاختيار ده يا مستر؟ هاتولنا يلا واحنا نحله. هقول لك يا سيدي، يجي يقول لي هي فيلد ذا تيست، هي فيلد ذا تيست يعني هو فشل في الاختبار، ويجي يحط لي في الاستوب ويقول لي هي ويفتح لي الاقواس ويقول لي شود هاف ولا ماست هاف ستادد هارد. يبدا كل الناس تقول ماست هاف ستادد هارد، ماست هاف ستادد هارد. ليه يا سيدي؟ يقول لك يا مستر ده هو فشل يعني كان لازم. طيب فين الخطأ بتاع الطالب هنا؟ قال لي انه ترجم must have على انها كان لازم، واول ما الطالب بيترجمها بالمنظر ده فلازم هيغلط، لان اصلا must have مش معناها كان لازم خالص ولا معناها كان يجب. طبعا هو بيجيب لي الجملة دي بالذات عشان الناس هتفكر ان should have كان يجب يعني نصيحة، انما must have ده الزام. هقول لك لا غلط طبعا، must have والتصريف الثالث ملهاش غير معنى واحد وهو ان اكيد الشخص فعل الشيء.
فطبعا لو انت اخترت هنا must have studied hard يبقى اكنك بتقول ان هو فشل في الامتحان، يبقى هو اكيد ذاكر بجد، والكلام ده طبعا ما ينفعش. طب يا مستر امال مين اللي معناها كان يجب بس؟ قال لي اللي معناها كان يجب should have، والتصريف الثالث must have حبايبي مش معناها كان يجب ابدا، must have والتصريف الثالث معناها اكيد فعل الشيء. يبقى لو انت ترجمت must have على انها كان يجب او كان لازم الشخص يعمل شيء، اعرف على طول ان انت هتغلط في اختياري شكل ده. فاذا لما يقول لي he failed the test يعني هو فشل في الاختبار، يبقى لازم اقول له he should have studied hard يعني كان يجب ان يذاكر بجد، اوعى تقول he must have studied hard، وده خطأ شائع شكل ما قلنا من اول ثالثه اعدادي لغايه ثالثه ثانوي، والخطأ بس بسبب الترجمه لانه بيترجم must have على انها كان يجب ان يفعل شيء مش على انها اكيد فعل الشيء. يا رب تكون فهمت الدرس ده كويس، يلا بسرعه اجري طبق في الكتاب اللي معاك، سواء كان الكتاب اللي معاك ده جيم او المعاصر او بيت باي بيت، واستنانا في الحلقه الجايه ان شاء الله عشان تتاكد هل الحل اللي انت حليته ده صح ولا غلط، ولو صح صح ليه، ولو غلط غلط ليه، واكيد تعرف الصح وتعلم عليه. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة انزل اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك كل تنبيهات من الحلقات اللي جاية ان شاء الله. وما تنساش صلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Goodbye. السلام عليكم.